عليكي. حبيبي ندورة، أماني 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 أماني، خليني أخذ السيارة وشوف حالي قدام رفقاتي اليوم. يعني أنت ما عندك شيء تشوفي حالك فيه غير السيارة والسواقة؟ ولك حبيبة قلبي ولا بخاف عليكي تعملي حادث. خايف علي ولا على السيارة؟ على اثنين. حبيبي أماني كرمالي وافق. لا لا حبيبتي لا. حبوبي أماني أماني أماني. إذا هيك فوتي خدي المفتاح يلا. لك تقبر قلبي. كنت رايحة لعند رفقاتي وفجأة صار زحمة كتير وصارت كل السيارات تزمر لي، أم أنا تلبكت وما عاد عرفت شو بدي ساوي. وفجأة شفت شاب كان قريب من السيارة، ما بعرف ليش حسيته حباب، نزلت لعنده قلت له يا أخي أنت بتعرف تسوق؟ قام قال لي إيه. قلت له زكاتك الله يوفقك، بس خلص لي السيارة من العجقة. قال لي تكرم عينك، سألني عن المفاتيح، قلت له هن جوا السيارة. ابن الحرام طلع بالسيارة وخلص حاله من الزحمة وتركني. لك تخيل، تركني وغراضي وجزداني جوا، أجار تاكسي ما معي أرجع على البيت. قلتي لي حسيتي حباب. الله وكيلك. لك شو أعمل فيك أنا؟ لك شو أعمل فيك أنا؟ شيل عيونك، حركك، طلع جوزة حلقك، شو أعمل؟ لك أنا ما قلت لك أنت ما بتعرفي تسوقي، بدك تسوقي حالك قدام رفقاتك كان بهورة، هي روحتي السيارة، هي روحتي يا العمى. لك شو بقصدي أنا يا نادر بقصدي؟ الله وكيلك تلبكت وما عاد عرفت شو بدي أعمل. كمان حبيبي يعني الحمد لله ما صار لي شيء وقضى أحسن من قضى. لا حبيبة قلبي لا، ما حدا أحسن من حدا، عندهم اثنين مثل بعضكم. شو قلت سيد نادر؟ هلا أنا سلامتي مثل سلامة السيارة؟ والله يا حبيبة قلبي إذا بدي قارن بينك وبين السيارة، لا هي أغلى منك، يا ريتك أنت ضليتي هونيك وهي رجعت. حبيبة قلبي أنت ما بتعرفي أنا قديش تعذبت لحتى اشتريتها للسيارة، السيارة غالية غالية، بعدين أنت وحدة تعبها وغير مسؤولة وما عندك مسؤولية أبداً، بتحبي المظاهر والبرستيج وشوفة الحال، أما من الداخل أنت فارغة تماماً. وأكبر دليل على كلامي إنك طيرتي السيارة. نادر، هاد رأيك فيني يا سيد نادر؟ وحدة متهورة وعديمة المسؤولية وطايشة؟ لك ما دام هيك رأيك فيني ليه بقيام معي؟ لك شبك؟ شو صار لك؟ ليه عم تجرح بمشاعري؟ ولك تضربي أنت ومشاعرك؟ سيارتي غالية غالية حق هديك الحسبة. ولك إذا نفلح الأرض بلاحة أنا وأنت وكل عيلتك ما عاد أقدر أجيب مثلها، راحت. يا نادر بعدي عني، ها لا تقلبي علي. ما راح بعيد. إيه أنا بعيد. خلص نادر خلص، هدي شوي. شو صار لك؟ هلا انا وياك متوترين، كمان نحن عممنا مواصفات السياره والا ما الشرطه تلاقيها، يعني مثل ما بتقول امي مال الحلال مستحيل يروح. لك ما بدي اسمع حسك على حكي ولاد صغار حلال وحرام، ما بدي اسمع ذنوب وما بدي اشوف شكلك. خلص سياره راحت راحت، وانت السبب. لعن، ما كنت عارفاني انه السياره اغلى مني. جنان بجنان. مقامك عم يدق لي، موبايلك وينه؟ كل موبايلي وغراضي وجزداني ضلوا بالسيارة. الو، لك والله لألعن ابوك ابن الكلب، إذا بتكون بسابع سما بدي جيبك، وأنا نادر بكره بتشوف مين أنا. إيه بسيطة بسيطة بسيطة. الحمد لله على سلامتها، الحمد لله على سلامتها. يلا 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 ربع ساعة منكون عندك. ايه طبعا 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 انا والمدام. الله معك الله معك. هذا اللي كان عم يسوق سيارتك. ايه وشو قال لك؟ قال لي انه مرته كانت عم تطلق وكانت حالتها صحية كتير تعبانة، نزل على الشارع عم ضل نص ساعة ولا تاكسي وقف له ولا حدا اخده، طلعتي انت بوشه، اخذ السيارة وراح اسعف مرته، والحمد لله ولدت وجابت صبي، وعم يقول لي انه مرأة كلها موجودة وكلها بده يرجعها، على ما يبدو انه الحالة كتير طارئة.
يعني ضحى بحاله وكان ممكن يفوت على السجن وعرض حاله للخطر كله هاد كرمال مرته بس لأنه خايف عليها؟ هيك شيء. يلا حبيبتي أنا رح بدل ثيابي مشان نروح نجيب السيارة. إيه بس أنا ماني رايحة معك ولا على مكان. ليش حبيبة قلبي؟ ما هن الأغراض أغراضي، يعني ما حدا بيقدر يستلمهم غيري. لك أنا لا بهمني الأغراض ولا بهمني السيارة ولا بهمني شيء. أنا مو بس ما عاد روح معك، أنا أساساً ما بدي ضل معك ولا لحظة. لك طلعت قيمتي عندك من قيمة سيارة؟ بعتني كرمال سيارة عند أول مطب بحياتنا وأنت بتعرف إنه مو بقصدي صار اللي صار، ورغم هيك عدت تهيني وتجرح مشاعري. حياة ربك حبيبة قلبي، هلا بلا الأفلام البوليسية والهندية والتركية، خلينا نجيب السيارة بعدين نتفاهم. هاد مو حكي أفلام يا أستاذ ولا حكي بوقت زعل. أنت روح استلم سيارتك الله يهنيك فيها، ولا تتأخر بورقة طلاقي مشان بكرة بس أخلص منك، بلكي الله هيك بيبعتلي شي واحد بيسرق سيارة كرمالي وبيبيعني كرمال سيارة.